قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على سؤال عن محادثات محتملة مع سوريا إن الدول لا يمكنها مطلقا استبعاد الحوار السياسي والدبلوماسي، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية مع سوريا على حد وصفه. وختم أردوغان مؤكدا أن لا أطمع لتركيا في أراض سورية. أنه يمكن أن يجلس القادة، يعني هذا نصا ما ورد في الخبر، أنه يمكن أن يجلس القادة لوضع خارطة الطريق، ثم بعد ذلك تنطلق اللجان للمباحثات لإيجاد حل دبلوماسي ومخرج من الأزمة بشكل عام وإنهاء الحرب